الفاتحة بنية الشفاء لصديقي الشيخ عبد السعيد عبد الحكيم، صديق الطفولة، وكان حضر معايا دروس علم على السيد عبد الله الصديق الغماري، وسمعت بالأمس بالتليفون إنه جاله جلطة وشلل نصف. فالفاتحة كده ربنا يشفيه ويشفي مرضى المسلمين جميعا ببركة هذه الأيام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. آمين يا رب، يا رب يا كريم، سألك العفو والعافية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك وشرف وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم وفقنا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم اجعلنا من المجبورين المعافى عنهم يا رب العالمين في الدنيا والآخرة، برحمتك أرحم الراحمين. اللهم إنا نتوسل إليك بلطفك بنا وبضعفنا إليك وبقوتك وبعجزنا، فإنك أنت لطيف بعبادك يا رب العالمين قبل أن تخلقهم، فما بالك وقد تحقق الضعف. فنسألك أن تلطف بنا يا رب العالمين كما لطفت بالأجنة في بطون أمهاتها، لطفا يليق بكرمك بنا وبأحبابنا وذريتنا ووالدينا ومشايخنا وجيراننا وأحبابنا والمسلمين أجمعين، لأجل رسولك صلى الله عليه وآله وسلم الذي يفرح العافية لأمته، وقد وعدته بأنك سوف تعطيه فترضيه، وهذا يرضيه يا رب العالمين، فرده عنا وارض عنا برضاه عنا يا رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية، للإمام الحافظ المحدث الورع الحجة أبي محمد عبد الله بن سعد بن سعيد أبي جمرة الأزدي الأندلسي المالكي، نزيل مصر ودفين مصر، المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة، رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، آمين. وما زلنا نذكر الأوجه التي ذكرها حول حديث بدء الوحي، وهو الحديث الأول في هذا الكتاب. يقول الوجه الأربعون: قولها فأخبرها الخبر، لما حدث للنبي ما حدث في الغار عاد إلى سيدتنا خديجة يرجف فؤاده وأخبرها الخبر، بعدما قال زملوني زملوني، فلما ذهب عنه الروع أخبرها الخبر. فأخبرها الخبر فيه دليل على أن الاختصار في الكلام هو المطلوب، وأنه هو الأولى، لأنها ذكرت خبره مع الملك فأعادت الضمير عليه، ولم تحتاج إلى إطالة الكلام بإعادة ذكر الملك ثانية، وهو من فصيح كلام العرب. يبقى من فصيح كلام العرب الاختصار، طالما أنا حكيت لك القصة وبالتفصيل الأول، وبعدين عايز أقول لك إن ذهب وقال لزوجته اللي حصل، فما عدلكش قال لها ايه تاني وانا لسه قايل لك، فيبقى من باب فصيح كلام العرب ان انا احيلك على ما ذكرت بالضمير، علشان ما يبقاش فيه حتى ملل للسامع. حتى كانوا بيعملوا نكت سخيفة يقوموا ايه يكرر فيها كل شوية لازمة معينة، واخد بالك؟ ليه يقعد كده ربع ساعة يحكي لك نكتة سخيفة، يكرر لازمة معينة علشان يعني يغيظك، فانت تضحك من الغيظ مش بتضحك من انها ظريفة. فحكاية تكرار الكلام بلا داعي ده يغيظ السامع، ومن فصيح كلام العرب ان الانسان يختص. وعشان كده شوف، فاخبرها الخبر، سيدتنا عائشة بتحكي القصة، فراحت قالت فاخبرها، ما رضتش تعيد تاني. الوجه الحادي والاربعون: احيانا العرب يحب يعيد تاني في بعض الاحوال، بس اذا كان فيه يعني لذة في ذكر المذكور،
زي مثلا ايه في القرآن، فبأي آلاء ربكما تكذبان، تتكرر كثير. هذا من عين فصيح كلام العرب. ليه؟ لأن فيه تذكير بآلاء الله في كل مرة بطريقة جديدة وبتجلي جديد وبمعنى جديد، فيبقى هنا ما زال في الفصاحة. يبقى إذا كان التكرار له داع من تأكيد معنى أو توضيح معنى جديد أو حتى تلذذ بذكر المذكور، أحيانا تقول مثلا إيه، وبعدين قرأت إن سيدنا محمد قال صلى الله عليه وآله وسلم كذا كذا، صلى الله عليه وآله وسلم كذا كذا، وكل ما تيجي ضمير النبي تقول صلى الله عليه وسلم، تلذذا بالصلاة والسلام عليه. ويبقى ده ما زال في فصيح كلام العرب. فهمت إزاي؟ فده برضه يجوز. يبقى إذا كان التكرار له داع من فصاحة أو ذكر أو تأكيد معنى، يبقى ما زال في الفصاحة. إنما لو خلا من ذلك كله يبقى بعيد عن الفصاحة، ويبقى مش من فصيح كلام العرب. الوجه 41، قوله عليه السلام: لقد خشيت على نفسي. لقد خشيت على نفسي، الكلمة دي ربنا فتح علي فيها بمعنى لم أقرأه لأحد، فأنا هقوله لك قبل ما تسمع كلام الشيخ. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرتب قط لحظة إن ده ملك جاءه من قبل الله، ومش محتاج لورقة من نوفل يأكد له إن ده ملك. تاخد بالك من دي كويس، لأن النبي أعلم الخلق في كل لحظة، فما يكونش ورقة أعلى من النبي في لحظة، ولا يشك في الوحي أبدا. كويس؟ يبقى أمال إيه خشيت على نفسي دي؟ يعني خشيت على نفسي يعني إيه؟ فربنا ألهمني معنى غير المعنى اللي هنقراه دلوقتي للشيخ. وعلى أي حال كلام النبي كله أسرار إلى يوم القيامة، ممكن واحد يجي له معاني أخرى لا بأس، المهم طالما معنى يكون مطابقا لعصمة النبي ولإكرام النبي صلى الله عليه وسلم بالمعاني التي تليق به. فأنا فهمت منها أن النبي خشي على نفسه أن يعجز عن تحمل الدعوة لثقلها على نفسه، أدي خشيان النبي، وليس خشية شك فيما جاء هل هو ملك أم شيطان. فهمت إزاي؟ لأن في بعض الناس يفتكروا أن النبي في الأول بقى مش متحقق، يا ترى اللي جاله ده ملك ولا جاله شيطان ولا جاله جن ولا ده رقي جن ولا لمس جن، فراح لورقة، ورقة حلله الإشكال، كأنك حطيت ورقة أعلى من النبي، وده ما ينفعش، ما ينفعش أبدا إن يبقى حد أعلى من النبي في أي لحظة. كويس؟ ثانيا الشك في الوحي من قبل الأنبياء لا يجوز، لأنه ضد عصمتهم، ربنا سبحانه وتعالى عصمهم أن يشكوا في الوحي. لدرجة أنك أنت شفت سيدنا إبراهيم النبي بمجرد رؤية ورؤية الأنبياء حق أم يذبح ابنه، في أكثر من أنه يذبح ابنه. ما لو كان ممكن يتطرق الشك كان سيدنا إبراهيم قال ده منام بقى فيش داعي ناخد بيه، أما نأجلها شوية لما نشوف. لكن دليل على أن الأنبياء لا يشكون فيما أوحي إليهم لحظة. فيبقى حكاية خشيت على نفسي هنا والله أعلم أنه خشي على نفسه أن يعجز عن القيام بالدعوة على الوجه الذي يليق بما أناطه الله له، لأنه نظر لضعفه البشري. أدي كل الحكاية والله أعلم. لكن هنقرأ على أي حال تعليق كلام الشيخ، قوله عليه السلام: لقد خشيت على نفسي. خشيته عليه السلام هنا تحتمل وجهين، أحدهما أن تكون خشيته من الوعك الذي أصابه من قبل الملك، يعني من الضعف البشري من اللقاء بالملك، فخشى على نفسه انه ما يتحملش هذا اللقاء مرة أخرى، فخشي أن يقيم بالمرض من أجل ذلك، أن يجيله بقى مرض مزمن يستمر معاه، اللي هو الضعف اللي أصابه في أول مرة ده خاف لحسن يستمر معاه. معنى برضو وجيه مقبول. الثاني أن تكون خشيته عليه السلام من الكهانة، وهو الأظهر، في حين أن ده ما يكونش أظهر. خدت بالك؟ لأنه يوحي بأنه شك في الوحي، صح ولا لا؟ لكن الشيخ هنا خلاه الأظهر عشان تعرف يا أخي أن فوق كل ذي علم عليم. هو ممكن واحد يوضع سره في أضعف خلقه، يعني إحنا هنيجي إحنا إيه في سيدنا أبو جمرة اللي هو سلطان المشرق والمغرب؟ الرسول جاء في الرؤية لسيدنا ابن عطاء الله السكندري قال له: لما لا تزور سلطان المشرق والمغرب؟ قال: ومن سلطان المشرق والمغرب يا رسول الله؟ قال: ابن أبي جمرة. يعني حتى وجهه يروح يزور، والنبي في المنام قال له سلطان المشرق. فشوف انت بقى سلطان المشرق والمغرب ممكن تفوت عليه حاجات برضه، لان ما حدش معصوم الا نبيك صلى الله عليه وسلم.
وهذا لا يضره على أي حال، لأن أحيانا من كثرة النقل من عالم لعالم لعالم يعتبرها بديهية فما يفكرش فيه. فهمت إزاي؟ زي عبس وتولى، عبس وتولى، كل المفسرين قالوا اللي عبس النبي، فكل ما واحد يجي يفسر يخلي اللي عبس النبي تقليدا للي قبله، لكن هل النبي بيقول أنا اللي عبست؟ هل في دليل من كلام النبي يقول أنا اللي عبست؟ مفيش، كل ده كلام المفسرين. فهمت ازاي؟ يقلدوا بعض لحد ما تصير ايه، بديهية فلا يفكر فيها. في حين ان عبس وتولى المفروض ان العبوس لا يكون من خلق النبي، النبي كان دائم البشر، واللي ذكر بالعبوس في القرآن مرة واحدة قبل دي في سورة المدثر هو الكافر، ثم عبس ثم نظر وبصر، مش كده برضه؟ فاللي عبس هو الكافر، يبقى عبس وتولى الكافر. سهلة لما تخرج انت من ايه، ما انا قلت لك قبل كده كما قال لنا الشيخ ابي جمر هنا ان العادة والالف اخطر حاجة، انك انت تعرف معنى وتعتاده وخلاص ما تفكرش فيه بقى وتروح حط، كل ما يجي لك المعنى ده مش قابل انه يعدي على مخك، خلاص بقى بديهي، في حين ان لما تيجي تفكر فيه باسلوب اخر تجد انه المفروض انه قابل للمناقشة. فالمفسرين يقعدوا يقلدوا بعض يقلدوا بعض لحد ما تمر قرون عديدة يقول لك اللي عبس النبي، والنبي ما عبس خالص. شفت بقى ازاي؟ امال تبقى الآية ايه؟ يبقى الآية ايه؟ وازاي الرسول كان اما يقابل ابن ام مكتوم يقول مرحبا بالذي ايه؟ يعني عاتبني فيه رب. طب في وجه عتاب للنبي، في حين ان العتاب للنبي هنا ما كانش على النبي، ده كان للنبي، كان عتاب لصالح النبي، ما كانش ضد النبي، وكل عتاب في القرآن كان على ذي السور. تمشي تقول الآية إيه بقى؟ عبس الكافر وتولى عن سماع الحق أن جاء النبي الأعمى، أي عند مجيء النبي الأعمى عبس هذا الكافر وتولى عن سماع الحق. وما يدريك أيها الكافر العابس لعل هذا الذي جاء يتذكر، وما يدريك لعله يذكر أو يذكر فتنفعه الذكرى. ثم يتوجه الكلام للنبي وهذا محل العتاب. أما من استغنى فأنت له تصدى، يعني هل تتصدى يا رسول الله وتتوجه بكلامك إلى من استغنى عنك ولا يريد أن يسمعك؟ كلامك أغلى من أن يقال لمن يرغب عنه، لأنك أنت عندي في المحل الأعلى، فكل من أعرض عنك فتكون أنت أشد إعراضا منه. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تله، كلا إنها تذكرة. يكفيك أن تذكره ولا تهتم به ولا تأبه به ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، وتمشي الآيات كده مستقرة، ويبقى العابس هو الكافر لأن العبوس ليس من أخلاق النبي أصلا، وتبقى الحكاية سهلة. يبقى أي معنى يليق إنك أنت تؤوله بمعنى يوافق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له قبل كده في القرآن لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، والعبوس من الفظاظ، فازاي انت تفسر العبوس للنبي وهو مخالف للآية؟ فازاي بقى القرآن بيخالف بعضه البعض؟ وكان من صفة النبي كما جاء في حديث الترمذي في الشمائل وغيرها، كان النبي لا يخفي بشره عن أحد، فإذا خلى لنفسه كان دائم الأحزان. يبقى النبي لما يبقى قاعد لوحده يبقى مهموم بما أناطه الله من مسؤوليات الدعوة، فإذا جاءه ضيف لا يخفي بشره عنه، كان حال النبي كده تأليفا لقلوبهم. فهمت ازاي؟ فيبقى عبس مستحيل يبقى النبي اللي عبس، وهكذا. يبقى لما تيجي تلاقي الكلام، عشان كده احنا بنعذر سيدنا أبي جمرة في التأويل الثاني الذي جعله أظهر. ليه؟ لأنه هذا الذي قيل على مر العصور تفسيرا لهذه الكلمة، فصار عنده خلاص بديهي، ما مرهوش ايه في ذهنه مع مراعاة مقام النبي في المسألة دي، ما مرهوش، فخدوا على انه بداها فبيعذر بيها. لكن على اي حال كل شيء قابل للمناقشة، زي حاجات كتيرة، نماذج كتير، زي اللي يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، هو النبي ليه ذنب؟ ده النبي معصوم، فازاي يغفر له يعني؟ لدرجة ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قالوا له الرسول الصحابة لما سمعوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا يقوم وينام ويصوم ويفطر ويقرب النساء
قالوا ذلك رسول الله غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر، أما أنا فأقوم ولا أنام، والثاني قال أما أنا أصوم فلا أفطر، والثالث قال وأما أنا لأقرب النساء. طب ليه يا عم عايز تخالف سنة نبيك؟ قال أصل ده غفر له ما تقدم من ذنبي وتأخر، إنما إحنا لأ، إحنا عايزين نبذل مجهود أعلى. فغضب النبي لما سمع الكلام ده، غضب النبي. الناس كتير مش فاهمة ليه غضب النبي. فكرة غضب النبي علشان هم هيعملوا كده؟ أبدا. غضب النبي عشان فهموا ان الذنب اقترفه النبي، والنبي لا يقترف ذنب. ثم وجههم الى سنته، قال لهم اما انا فانا اخشاكم لله واعلمكم بالله، كانه بيقول ازاي يبقى انا ليا ذنب وانا اخشاكم لله واعلمكم بالله. اما انا مع كمال خشيتي ولا ذنب لي، اقوم وانام واصوم وافطر واقرب النساء. طب امال يعني ايه ذنبي بقى؟ يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، تبقى معناها ايه؟ خد بالك ان الذنب بمعنى الكبيرة، والسيئة بمعنى الصغيرة، مش كده برضو؟ ربك سبحانه وتعالى في المؤمنين بيقول لي يكفر عنهم سيئاتهم، فينسب الصغائر للمؤمنين ويجي للنبي ينسب له الكبيرة؟ يعني ده يليق؟ يوم يجي للنبي يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك ينسب لي الكبيرة، والنبي أصلا معصوم من فعل الصغيرة أصلا، وبعدين يجي في المؤمنين يقول لي يكفر عنهم سيئاتهم بعدها بآية أو آيتين والسيئة صغيرة؟ طب ده كانت الحكاية تتعكس، كان ليغفر لك سيئتك مثلا وليكفر عنهم مثلا أو يغفر لهم إيه ذنوبهم. مش أنت بتقول اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا؟ الكبيرة تقتضي الغفران والتكفير يحتاج بتاع الصغيرة، فدل على أن الذنب كبير، فهمت؟ لأنك أنت في الدعاء بتقول اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، فالذي يكفر هو الصغائر، والذي يحتاج للتوبة يبقى كبيرة. يبقى الذنب في القرآن إذا أطلق يقصد به الكبيرة. طب إزاي بقى ينسب الكبيرة للنبي؟ يقوم يجي العلماء يختلفوا المفسرين، كلام كلام كتير. بعضهم يقول لك ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أي بعصمته فلا يفعله أصلا. طب ما يبقى الكلام تحصيل حاصل، ويبقى ما فيهوش بلاغة. لو كان المعنى على كده يبقى تحصيل حاصل وتحصيل الحاصل لا بلاغة فيه، مش كده برضو؟ يقول لك أصل الغفر هو التغطية أو الستر، فإذا اطلق الغفر للنبي معناه الستر بين المعصية وفعلها فلا يفعلها، وإذا اطلق مع غير النبي اللي هو غير معصوم زي حالتنا يبقى معناه أنه يستره بين فعل المعصية وعقابها، يعني يفعل المعصية بس يعمل له ستر عن عقابها، أدي معنى الغفر. فإذا نسب للنبي يبقى معناه الستر جاء قبل فعلها، ولو نسب لغير النبي يبقى الستر جاء بعد فعلها فلا يعاقب. كل ده قالوا المفسرين، واستمر الأمر على كده قرون عديدة، قرون عديدة، مئات السنين. كل مفسر يجي يعمل تفسير يقوم يقرأ تفسير السابقين ويبتدي هو يكتب، يا إما يلخص يا إما يضيف يعمل، لكن يتأثر بفكره ويفضل يعيد ويزيد لحد ما جاء الإمام الرازي في تفسيره قال في آخر السطر كده، في آخر السطر في الآية دي بعد ما ذكر أقوال كل العلماء والراجح في نظره شغلانة كبيرة، قال وقد تكون من باب إسناد المصدر إلى مفعوله، وسكت وخلص ونقطة وما اتكلمش تاني. فضل الأمر كده عايم ماشي لحد ما جالنا مولانا الشيخ محمد إبراهيم عبد الباعث في الإسكندرية، بين هذا المعنى اللي قاله من باب إسناد المصدر لمفعوله، واخد بالك، في كتاب صنفه يعني، وقالوا حتى في بعض المحاضرات، قال ان المصدر قد ينسى، قد يسند الى مفعوله وقد يسند الى فاعله. يعني ايه؟ ربك سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ فمن تاب من بعد ظلمه واصلح. ظلمه، الهاء هنا مش ضمير، والظلم ده مصدر، الضمير هنا مسند الى المصدر من باب ايه؟ إسناد المصدر لفاعله، فالهاء هنا الضمير فعلت الظلم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح، أي من بعد فعله الظلم،
يبقى من باب إسنادنا المصدر لفاعله، واخد بالك؟ طب وأحيانا يسند المصدر لمفعوله، زي إيه مثلا؟ ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. ولمن انتصر يعني أخذ حقه بعدما وقع الظلم عليه، من بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. يبقى الظلم هنا أسند للهاء الضمير اللي هو المفعول الذي وقع عليه الظلم ولم يفعله أصلا. يبقى قد يسند المصدر لفاعله وقد يسند المصدر إلى مفعوله. طيب إحنا كمصريين في لغتنا العامية ساعات كتير نسند المصدر لمفعوله. يعني هقول لك حاجة، كانت ستي الله يرحمها لما جدي يتخانق معاها ويزعل ويزعلها زي أي ست مصرية، يوم يحصل له حاجة يخسر في التجارة أو العجلة تموت أو مش عارف، يقول شوف من 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 ظلمه ليا، بظلمك اللي عملته فيا، واخد بالك؟ بذنبي، تقول بذنبي، تقول بذنبي. طب الذنب هنا والياء الضمير ده هي اللي عملته ولا وقع عليها؟ يبقى من باب اسناد المصدر لمفعوله. يعني احنا حتى في لغتنا العاميه لما يجي رئيسك في الشغل مثلا يظلمك، يقوم بعد كده ما يترقاش، تقول يا اخي بذنوبنا، بذنوبنا، يعني الذنوب اللي عملها في الموظفين كلهم قام ربنا عمل فيه كده. يبقى نسب الواو الجماعه دي ذنوبنا، واخد بالك؟ نادي نال فاعلين دي، الضمير ده مفعول به وقع عليه الذنب، يبقى ايه؟ يبقى اسندت المصدر لمفعوله. طب ليه ما يكونش بقى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك من هذا النوع؟ ان الذنب وقع على النبي ولم يقع من النبي، الذنب وهو الكبير وهو تكذيب النبي والكفران بدعوته، واخد بالك؟ التي فعلها اهل قريش قبل النبي، وكان النبي يقول اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون، فبشره الله انه قبل دعوته في قومه ليدخلوا في دين الله، فقال ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك بقبول دعائك لقومك فيكون فتحنا لك فتحا مبينا. تبقى سهله. يبقى هنا خلينا أن الذنب وقع على النبي ولم يقع من النبي، فغفره الله بدعوة النبي فقبل دعوته في قومه فدخلوا في دين الله أفواج. ليغفر لك الله ما تقدم من الذنب الذي وقع عليك منهم قبل هجرتك وبعد هجرتك، في بدر وفي أحد وفي غيره. وعشان كده كثير ممن قتل النبي في بدر وفي أحد أسلم وحسن إسلامه ببركة دعوة النبي، وكان قتالهم للنبي كبيرة، فيليق ان يكون الذنب بتاعهم. يبقى تمشي ولا ما تمشيش؟ تمشي ولا ما تمشيش؟ تمشي. طب اللي منعنا اننا نمشيها ايه؟ الالف، ان احنا قرينا التفاسير السابقة وتصورنا خلاص ان ده غير قابل للمناقشة، بقى يلا صح 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 ومشي. علشان كده احنا بنعذر الشيخ لما قال ان الاظهر ان النبي خشي على نفسه من الكهانة. مستحيل ان النبي كان يظن ان اللي قاله ده كهانة اصلا ولا لحظة، فهمت ازاي؟ لانه معصوم ان يظن في ذلك. اذا كان غير النبي من سائر امته لما يشوف النبي في المنام لا يشك انه رأى وهم بل قد رأاه حقا. اذا كنت انت لما تشوف النبي وانت مش معصوم في المنام تقول ده انا رأيته حقا، فما بالك النبي رأى الملك في اليقظة ازاي يشك؟ واليقظة اقوى من النوم. فهمت بقى المسألة؟ يبقى مش حكاية خشيته على نفسي من الكهانة وهو الأظهر، قال وهو الأظهر كمان، شوف المصيبة. ليه؟ لأنه اعتاد ما كتب في السابق، فعذر، نعذره. لكن المسألة مش كده خالص، والله تعالى أعلى وأعلم، ويوضع سره في أضعف خلقه، والحمد لله. فبيقول لك هنا إيه؟ الثاني تسمعه عشان ترفضه. أن تكون خشيته عليه السلام من الكهانة وهو الأظهر، لأنه عليه السلام كان يبغض الكهنة. المفروض مثلا واحد يجي يحقق الكتاب ده يروح كاتب في الهامش الكلمتين اللي قلناها، لكن يفضل محافظ على كلام الشيخ عشان ما نبدلش علم الناس. المسلمين يحافظوا على تراثهم تماما، حتى لو تبين خطأ يكتبوا زي ما هو خطأ، عايز بقى يضيف حاجة يعمل حاجة في الهامش بالأدب، واخد؟ عشان تميز وتنسب كل حاجة لقائلها، وإلا ما يبقاش عك
للأسف الوهابية عملوا خلاف ذلك، مسكوا كتب كثيرة من كتب السلف الصالح طبعوها وحذفوا منها أسطر وصفحات لأنها تخالف مذهبهم، ولم ينوهوا في هامش أنهم حذفوا، ولم ينوهوا في هامش أنهم غيروا. وهذا ضد البحث العلمي والأمانة العلمية التي حافظ عليها المسلمون على مر الأجيال الطويلة على مر العصور. درجة كتاب الأذكار للإمام النووي الطبعة السلفية اللي عاملينها، هات طبعة كتاب الأذكار قبل الطبعة السلفية، هيقول لك باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، دي الطبعة الأصلية كلام الإمام النووي بإيده، هم عملوه باب زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، شالوا القبر. الطبعة الجديدة مفيش باب زيارة قبر النبي، ولم ينوه أنه غير العنوان، لم ينوه. شوف بقى، بحيث اللي يشتري الطبعة دي مسكين يفتكر ان ده كلام الإمام النووي، والإمام النووي ما قالش كده. ليه؟ عشان عندهم هم يحرمون شد الرحال للقبر، ولكن لا يحرمون شد الرحال للمسجد، فكلام الإمام النووي يهدم مذهبه، فهمت ازاي؟ فيروح غيرها، وأول سطرين حذفهم. كاتب الإمام النووي باب استحباب شد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، واعلم أن زيارة قبر النبي، ده كلام الإمام النووي، واعلم أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أجل القربات وأرجى المساعي، وأنه لا يجوز لأي حاج أن يمر حجه إلا حذفوا السطر ده كله، وبدأوا كلام الإمام النووي من أول. فإذا دخل المدينة بدأ بالمسجد فيصلي ركعتين لتحية مسجد ويقول دعاء تحية المسجد والكلام ده. شفت بقى اللعبة؟ يبقى دي مش أمانة علمية. الأمانة العلمية أن أنا حافظ على التراث، ولا بأس أن أنا أقول رأيي بس في الهامش، لا بأس يقول رأيي، إحنا مش معترضين يقول رأيي، لكن يقوله في الهامش، إنما يغير كل ما كتب. وطبعة الإمام فتح الباري شرح صحيح البخاري حذفين أسطر للإمام ابن حجر العسقلاني، وهو قالها علشان تخالف مذهبه. شوف قد إيه ده إجرام كبير، إجرام كبير، لأن لما تيجي أجيال بعد كده تشتري الطبعات دي وما عندهاش الطبعة القديمة يفتكروا إن الشيخ قايل الكلام ده ويغيروا بعد كده المفاهيم، وده خطأ كبير. وعلشان كده أنت لا بأس إنك تقرأ وتعترض وتناقش، وطول عمر الأمة بتتناقش، وطول عمر الأمة تخالف بعضها البعض في الفروع وفي الفهم. وربنا سبحانه وتعالى يعني رفع الذين أوتوا العلم درجات، وجعل القرآن فيه كلمات مشتبهة والسنة فيها مواضيع مشتبهة علشان يتنافس الناس في استنباط العلوم ويتميزوا، وإلا مش هيبقى فيه تمايز، هنبقى عاملين زي الإنسان الآلي المسلم الآلي، كلنا زي بعضنا طبعة واحدة. ربنا مش عايزنا كده، ده ربنا عايزنا نختلف في الفهم ونجتهد علشان يميز سبحانه وتعالى مين اللي هو عنده فهم رائق ومين اللي عنده شبهة، فلما يجي يجتهد ويقول شبهته يجد غيره يرد عليه يزلها، تقوم بعد كده تلاقي الشبه تجد من يزلها. إنما لو كلنا فهم واحد وطريقة واحدة في الكلام هتبص تلاقي الشبهة تتعمق ويتبدل الدين بمرور الزمان، لأن لا تجد من يقف أمام أي شبه. وعشان كده ربك سبحانه وتعالى جعل اختلاف الناس اختلاف تنويع حتى يظهر الحق من الباطل. ما قال كده، قال ايه؟ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لحصل ايه؟ لفسدت الارض. يعني تدافع الناس واختلافهم لمنع الفساد، فهمت ازاي؟ يبقى تدافع وتنافس من اجل الخير، من اجل ان يخرج الخير، ومن اجل ان يزيل سبحانه وتعالى الفساد. يبقى تدافع تنافس من اجل الخير، وليس تدافع تنافر من اجل البقاء للاقوى كما يفهمه الامريكان والجماعه دول. لا، احنا فهمنا ان الاختلاف من اجل التنويع ومن اجل ظهور الخير ومن اجل التخلص من الشبهات ومن اجل التنافس في العلم وفي فهمه، فهمنا كده. عشان كده طول عمر المسلمين يختلفوا مع بعضهم ويحبوا بعض ويصلوا مع بعض ويصلوا خلف بعض مع اختلافهم في الفروع واختلافهم في بعض الاصول كمان. لكن لما يجي بعد كده ناس ضيق الافق عايزين يجبروا الامه على فهم واحد ويحذفوا كل ما قيل في الكتب السابقه ويطبعوا طبعات جديده عشان معاهم فلوس بترول ويوزعوها ببلاش عشان تنتشر في بيوت كل مسلم، علشان بعد كده يطلعوا اسلام جديد بفهم جديد ويمحوا كل ما قيل في السلف الصالح، دي لعبه كبيره خطيره جدا من اخطر ما يكون. فنسال الله ان يسلمنا
وعشان كده انا لا انصح باي انسان ان يشتري الطبعات الحديثه من الكتب اللي طبعت بواسطه وهابيه، لا انصح. ليه؟ لان هتجد فيها تشويه وانت ما تعرفوش. فانا انصح لو هتشتري كتاب اشتري كتاب محقق وتشوف مين اللي حققه، لان التحقيق ده امانه علميه، لازم انا اكتب واثبت اللي قاله المؤلف، والا يبقى انا كده بخون الاجيال اللي هتيجي من بعد. يعني افرض اللي انا دلوقتي شايفه ان انا مش فاهمه فاعتبرته غلط فحذفته، يطلع ده عين الصح بعد 20 30 سنه لما اكون انا كبرت وفهمت اكتر. طب اجيبه منين؟ طب انا هقول لك، انا كنت وانا عيل صغير في اولى اعدادي كنت قاعد اقرا سوره القصص، فقريت فذلك برهانان من ربك، ومصحفي ده عندي لحد دلوقتي، رحت جايب القلم ورحت ايه عامل كده فذلك، قال يعني غلطه مطبعيه يعني. كنت في اولى اعدادي، ما خدناش ذلك دي في المدرسه، خدنا ذلك. فانا قلت الظاهر المحصر ده بقى فيه خطا مطبوع، رحت جايب القلم الرصاص وحطيتك على النقطه ورحت عاملها خط كده عشان تبقى فذلك برهان. وبعد كده لما قرينا على المشايخ لقيناها فذلك، وقالوا لنا لا ده فذلك دي كلمه فصيحه وهي كده، وان ذلك ده امر للبعيد وذلك للقريب وشغلانه ثانيه. يبقى احنا لو انا جيت حذفتها الوقتي من كل المصاحف وانا مش عارف دي، اجي بعد 20 سنة اثبتها ازاي؟ خطر. يبقى مش معنى ان انا مش فاهم دي الوقتي اقوم اعتبرها انها غلط اروح حذفها، ما ينفعش. هنبدل ديننا، ما ينفعش نبدل ديننا، لان المفهوم بتختلف. وانت نفسك تفهم الحاجة الوقتي وبعد سنتين ثلاثة تفهمها بطريقة اعمق، وبعد 10 سنين تفهمها بطريقة اعمق، لدرجة تتضح لك ان كنت زمان فاكر انك فاهمها وانت ما كنتش فاهمها. ده احنا في مهنتنا كده، احنا في مهنتنا. انا بفتكر زمان اول ما اتخرجنا ربنا نجى المرضى من ايدينا، كنا بنعك فيهم عك وكانوا يخفوا. وبعدين بعد الواحد اما ادم في مهنته اتضح ان اللي كان بيعمله ده غلط خالص، لكن كان ربنا ساترنا والعين بيخف برضه، بس ده كان غلط خالص ما عملوش. فهمت ازاي؟ عرفته ازاي؟ لما قدمت في مهنتك فاتسع افقك وبقى عندك نضج في الفهم وكثرة نيران وكثرة تجارب وقراءة كتب اخرى واحتكاك بناس اخرين، فاتضح لك انه غلط. فيبقى الواحد ما يحجرش على الناس بقدر فهمه في الوقت الحالي. اللي عملوه كده بقى السلفية، فانصح كل الطبعات السلفية الحديثة تهجرها قراءة، حتى تقرأ الطبعات القديمة عشان تقراها على حقيقتها، وبعدين عايز بعد كده تقارن قارن زي ما انت عايز. على اي حال نقرا كلام الشيخ، وكلامه يحترم وان كنا لا نوافقه عليه. فبيقول ايه؟ الثاني ان تكون خشيته عليه السلام من الكهانه، وهو الاظهر لانه عليه السلام كان يبغض الكهنه وافعالهم، فلما جاءه الملك ولم يصرح له بعد بانه نبي او رسول لانه قال له اقرا وتلا عليه الايه، بقى ازاي النبي ما عرفش وكان الرسول بيقول وهو كان في مكه صبي كان يقول اني اعرف حجرا بمكه كان يسلم عليه في الجاهليه، كان كل ما يعدي عليه يقول له السلام عليك يا رسول الله. يعني النبي عارف انه رسول الله من وهو، بس امتى البدايه كيفيه الاتصال؟ كان لسه في سن الأربعين تمت، انما قبل كده النبي كان عارف صلى الله عليه وسلم. ده كان يمر يلاقي الحجر يقول له السلام عليك يا رسول الله، يلتفت يلاقي الحجر يقول كده الرسول، قال إني أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي في الجاهلية إني أعرفه الآن. يعني لو حبيت أشاور لكم عليه هشاور لكم عليه. بعد ما شيخنا قالوا هو الحجر الأسود اللي هو في الكعبة، لما كان يطوف كان يقول له السلام عليك يا رسول الله كل ما يجي عند ركن الحجر فيلتفت إليه. وبعض المشايخ قالوا لا ده كان حجر عادي تاني كان في طريقي لغار حراء، الله أعلم. لكن يعني النبي كان عارف، والرسول صلى الله عليه وسلم نفسه كان لما راح لبحيرة الراهب وسمع الحديث، واخد بالك، وقال أرجو أن يكون نبي هذه الأمة. يعني النبي ما كانش قاعد بيسمع كده، يعني مش حاطط في مخه الحاجات دي كلها. ولما كان يبقى ماشي في السفر ويلاقي الغمامة مغطية هو دونا عن بقية الناس، يبقى حاسس أنه حاجة تانية، ولا مش حاسس أنه حاجة تانية؟ حاسس أنه حاجة تانية، ما يمدش إيده في حاجة لو ويحصل لها البركة صلى الله عليه وسلم. ميت ده كان عمه أبي طالب عنده كثير العيال وقليل المال، فكان لما يحط الأكل وسيدنا محمد ما جيش يأكل مع عياله يتخانقوا والأكل يخلص والعيال تفضل جعانة، فكانش يرضى يخليهم يأكلوا لما يجي سيدنا رسول، لكن لسه طفل
قاعد عند عمه عنده 8 سنين او اكثر، ما رش ياكله ابدا لحد ما يجي سيدنا رسول الله يفتتح الاكل، فاذا جلس الرسول ياكله يشبع ويفيض منهم الاكل. يبقى معروف اهو لما يحصل جفاف في مكه ياخذوا الرسول صلى الله عليه وسلم ويستسقوا به، وعشان كده ايه ابيض يستسقى الغمام بوجهه. مين اللي قال الكلام ده؟ مو عم ابو طالب هو اللي قال الشعر ده لما استسقوا بالنبي فسقوا، وكان صبر، قال اللهم اسقنا بهذا بمحمد، اللهم اسقنا بمحمد، وطافوا حوالين الكعبه لقوا المطر نزل، فقال قصيده شعر طويله في النبي، قال ابيض يستسقى الغمام بوجهه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عارف انه بركه وانه حاجه مخصوص وانه سمع الحجر بيسلم عليه. ازاي بقى يفتكر كهانه؟ عشان تعرف ان الحاجات دي كلها عايزه تتناقش من اول وجديد. وليس في ذلك ما يدل على انه نبي او رسول، خشي عليه السلام اذ ذاك ان يصيبوا من الكهنه شيء، والكهنه واتصال الجن بالبشر، يعني هو عايز يقول لك ما يلقش برضه كل الكلام ده ما يلقش، لانها كانت في زمانه كثيره، وهذا منه عليه السلام كثره مبالغه في الاجتهاد وتمحيض في الافعال، لانه قد صح ان الحجر كان يخاطبه قبل ذلك ويشهد له بالرساله والمدر والشجر كذلك، وقد اخبره بعض الرهبان بذلك، لكن بعد هذا كله لما ان اصابه عليه السلام هذا الامر وهو محتمل لوجهين، احدهما ضعيف اللي هي الكهانه، والاخر قوي وهي الرساله، والاخر قوي بتلك الادله التي ظهرت له قبل، لم يترك الوجه المحتمل الضعيف، يعني اراد النبي ان هو يتخلص حتى من هذا الوهم اللي هو الاحتمال الضعيف وان كان ضعيف. حتى تحقق بطلانه بيقين، وبه يستدل المتصوفة. دي بقى مفيدة الحتة دي على أي حال، لأن دي هينبني عليها عمل لنا احنا واحنا مش معصومين. فبيقول وبه يستدل المتصوفة في الواقع إذا وقع لهم محتملا لوجهين أو وجوه، وأحدها يخاف منه والوجه الآخر من المبشرات، أنهم يبحثون على الشيء الذي يخافون منه، وأنه كان ضعيفا بالنسبة إلى غيره، يشهد لما قررناه من أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت خشيته من الكهانة جواب خديجة إليه، وكيف رفعته إلى ورقة، فلو كانت خشيته عليه السلام من المرض لما كان جواب خديجة إليه بتلك الألفاظ، ولما احتاج أن يبث خبره عليه السلام لورقة. يعني إيه بيقول لك؟ لما أنت بقى راجل في طريقك إلى الله ومجتهد كده وربنا فتح عليك وبتحب النبي وبتشفق على الأمة وعندك رحمة وعندك تواضع وبتحب القرآن وبتحب للمسلمين ما تحب لنفسك، يعني فيك صفات حلوة كتير أوي ربنا وفقك إليه، يوم يجي واحد صاحبك يقول ايه يا سلام يا عم الشيخ ده انا شفت لك رؤيه امبارح، انا شفت في المنام النبي بيقول بشر فلان انه من اهل الجنه عليك انت مبروك يا عم، فيجي لك تاني يوم يقابلك في صلاه الفجر ياخدك بالحضن يقول لك مبروك ده انا شفت لك شوفه ما شفتهاش قبل كده لحد، النبي جالي في المنام بيقول فلان ده من اهل الجنه عليك مبروك، تقوم انت بقى تحط في بطنك بطيخه صيفي وتفتكر خلاص تركن لايه؟ لهذه البشاره. غلط غلط لحسن. ليه بقى؟ لان ركونك للبشاره دليل انك انت متيقن ان هذه البشاره على الوجه الذي بلغت به، ولكن تحتمل احتمال اخر ان تكون من اهل الجنه اذا مت على ما انت عليه الان، يبقى تكون البشاره جايه على انك انت لو استمريت كده لحد ما تموت تبقى من اهل الجنه، يعني مشروطه بشرط كمال الاستقامه الى الموت، فتروح انت فاهمها عشان متسرع انك انت بقيت من اهل الجنه خلاص، يقوم يقل استقامتك تقوم تركن لما وصل اليك من بشاره فيضعف همتك بعد ما كنت عالي الهمه، يبقى كده غلط. يبقى في الحاله دي لازم لما تجيلك بشاره تعتبر ان البشاره دي مشروطة بشرط أنت لا تعلمه، واخد بالك، أو تقدره. وممكن تفهم البشارة غلط، أو ممكن تفهم البشارة غلط. إذا كان بعض الأنبياء فيهم البشارة ناقصة ما يصحش بقى تقول غلط، لو هنتكلم في النبي ما تقولش غلط، فهمت إزاي؟ لكن لما نتكلم علينا نقول غلط، لكن الأنبياء عليين لازم نختار الألفاظ التي تليق، فما تقولش النبي يجهل، تقول النبي قد لا يعلم.
في حين ان المعنى واحد بس في ادب. لما تقول قد لا يعلم دي فيها ادب، لما يجهل تنسب الجهل للنبي عيد. فهمت بقى المساله؟ فيبقى الواحد لما يجي يتكلم على النبي لازم يعرف لما يتكلم على النبي بيتكلم على حاجه عاليه يختار لها الفاظ تليق بيها. ولما يجي يتكلم علينا كده ياخد راحته بقى، ان شاء الله يتكلم وهو ايه دايس بالجزمه على دماغنا، ما تفرقش معانا، ما احنا طين اولنا لاخرنا مطينين، فربنا ينجينا. لكن الانبياء حاجه تانية. اذا كان في نبي فهم البشاره ناقصه، سيدنا نوح، مش ربنا بشره انه هينجيه هو واهله؟ طيب جه وقت الطوفان لقى ابنه ما ركبش في السفينه وبيغرق قدامه، فبيقول قال ربي، قال نوح ربي ان ابني من اهلي وان وعدك الحق، فهمني بقى، انت قلت لي هنجيك انت واهلك وابني بيغرق اهو، ابني ده مش من اهلي؟ يعني كانه كان فاهم ان ابنه هينجو لما ربنا بشره انه هينجيه. فقام ربنا سبحانه وتعالى فهمه قال له اهلك هم الذين امنوا بك، يبقى لما بشرتك ان انا هنجيك انت واهلك، اهلك هم الذين امنوا بك. انت فهمت ان اهلك هم اللي انت خلفتهم؟ لا، انا قصدي ان اهلك هم اللي امنوا بيك. يبقى ممكن تاتي البشاره وانت تفهمها غلط. فهمت بقى ازاي؟ وعلشان كده حتى لو جات لك رؤيه مبشره لا تركن لها، لان قد تفهمها غلط، قد تفهمها ناقصه، فاذا ركنت اليها ضعفت همتك. وعشان كده فهم الصوفيه من هذا ان الانسان لا يركن لمبشر ابدا. فهمت ازاي؟ ابدا لا يركن ولا يسال. مش كل يوم يقابل واحد صاحبه يقول له انت مش قلتليش رؤيه حلوه كده طمني وانا تبقى هو انطجي، وانت قاعد طول الليل تصلي علشان حد يشوف لك رؤيه يا هو انطجي، وانت عايز شهره، ما تخلي ربنا ساترك كده. في ناس كده عباد كده، ما تقولوا لنا يا جماعه انا ما بشوفش حاجه، ما تشوفوا لي حاجه كده. وما فيش مانع كمان يعني تدي الواحد قرشين يقوم يقول لك انا شفته هو ما شافش، ما هتدي له قرشين هيشوف لك كل يوم زي الهلال كده اللي بيشوفوه هناك في السعوديه ويدوه مكافاه. فقال شفت الهلال؟ قال له خد المكافاه. قال له وكمان هلال عشان عايز ياخد مكافاه ثانيه. فالحكايه ما تنفعش كده. فعلى اي حال الواحد يسيبها على الله. الوجه الثاني والأربعون قول خديجة عليه السلام، خديجة له عليه السلام كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. خد بالك إن ده في دليل على أن من طبع على أفعال الخير لا يصيب مكروه. اللي طبع على أفعال الخير، عشان كده الناس يقول لك إيه، العوام المصريين يقول لك إيه، عمر الكريم ما ينضام. شوف قد ايه. ليه؟ لانه طالما طبع الكرم ربنا ابدا ما يحوجوش ابدا للناس. التجربه كده، التجربه لاحلال بقت قاعده، بقت قاعده الناس شافوها على مر العصور عملوها كده عنوان، يقول لك عمر الكريم ما ينضام. مش كده برضو؟ فهنا برضو قالت له ده انت يا رسول الله مطبوع على كل خصال الخير، واكثر واحد يشهد للبني ادم إن كان رجل زوجته وإن كان امرأة زوجها، لأن هما اللي فاقسين بعض تمام. الواحد ممكن يمثل على كل الدنيا إلا على مراته، والست تمثل على كل الدنيا إلا على جوزها. تعالي هنا هتضحكي على مين؟ على بابا. فهمت؟ أول ما تعمل لك كده أنت فاهم، ده أنت أكتر من بابا. الزوج مع زوجته أكتر من أبوها، لأنه يرى منها ما لا يرى بيها ولا أخوها، وهي كذلك مع زوجها. فيبقى أكثر واحد بني آدم في الأكوان كلها يشهد ببني آدم هو الزوج لزوجتي أو الزوجة لزوجتي. فشوف أنت ستنا خديجة بتشهد تقول إيه لزوجها سيدنا رسول الله اللي عشرته سنوات طويلة، وهي أيضا لم تتزوجه إلا لخصاله الحميدة الأول اللي جت لها وأخباره صلى الله عليه وسلم. فدي شهادة عظيمة لنبيك أنه فطر وطبع على الأخلاق الكاملة منذ خلقته صلى الله عليه وسلم، فهو كان رحمة للعالمين حيثما حل صلى الله عليه وسلم. حتى انت شفت لما خدته حليمة هو لسه طفل رضيع، كان حمارها أعرج وكل الحمير تسبقه، وكل أول ما خدته بقت تسبق الركائب، كان صدرها جاف ما فيهوش نقطة لبن، وابنها قاعد طول الليل يعيط مش لاقي ياكل. واخد بالك؟ أول ما شالت النبي صلى الله عليه وسلم صدرها امتلأ لبن وريا،
وعرضت اليمين على النبي فالتامه ورضعه، وعرضت الشمال مرضاش النبي ياخده، يعني من صغره مفطور على العدل عشان الشمال ياخد الطفل الثاني. كتب ما تدي له صديق الشمال ما ياخدوش، ياخد اليمين بس. يعني النبي منذ صغره مفطور على ايه؟ على الخصال الحلوه والعدل والجمال. كانوا البهائم والغنم بتاع حليمه السعديه، كل الاغنام بتاعت قبيلتها تروح ترعى، ترجع جعانه وتعبانه وطهقانه وضلوعها باينه وعجفانه ومفيش بعد كده. والغنم بتاع حليمه يرجع مليان لبن قد كده وحاجه ايه ده، لدرجه ان المراعي التانيين يقول لهم ايه؟ ارعوا خلف غنم حليمه. يعني بقت قبيلتها تقول للرعاه بتوعهم شوفوا امشوا ورا اللي بيرعى غنم حليمه وامشوا ورا، بقت ملحوظه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم حيثما حل كان بركه، بركه حيثما حل صلى الله عليه وسلم منذ صغره الى يومنا هذا الى ان تقوم الساعه، واعلموا ان فيكم رسول الله. ده من بركه النبي صلى الله عليه وسلم العظيمه الكبيره. ان الكفار تمنوا ان ينزل عليهم العقاب، فربنا سبحانه وتعالى قال لهم ما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. ده انا مش هنزله عشان انت فيهم بس، يبقى حتى رحمته شملت حتى الكفار. مش واذا تطلع لما ياتون قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطير الاولين، واذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء واتنا بعذاب اليم. بيدعوا على نفسهم، كان المفروض بقى لو دعوا على نفسهم كده وبيكذبوا بالنبي العادي ان بقى يتنسفوا. عشان كده الجماعه اللي اساءوا للنبي في الدنمارك قعدوا يقول اللهم انسف الدنمارك، قول على الدنمارك، ويقفوا المنابر يعملوا كده. غلط، انت مش فاهم، لان ما زال رسول الله فيهم وربنا بيرحمهم لعل يخرج من اصلابهم من يوحد. يقوموا يسبوا في النبي وربنا برضه يرحمهم يمهل الايه، لان يمكن بسبهم للنبي ده يقوم يزيع صيت النبي في هذه البلاد، يقوم يقرأوا عن سيرة النبي فتجد آلاف يدخلوا في دين الله أفواج. فهمت إزاي؟ يقوم ربنا يأجل عليهم العذاب عشان النبي فيهم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فشفت رحمات النبي حتى على الكفار، حتى الكافر استفاد. فالمسألة علشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم طبع على كل خصال الخير، لأنه رحمة للعالمين في كل أحواله. فبيقول أن من طبع على أفعال الخير لا يصيبه مكروه، وهذا إذا كان طبعا، إذا كان طبعه الخير ما يصيبش مكروه. وأما من لم يكن له ذلك طبعا وكان يستعملها فيرجى له ما دام يفعلها ألا يصيبه مكروه. طب افرض واحد مش طبعه الخير لكن أحيانا يعمل الخير، فيقوم طول ما هو بيعمل الخير ربنا يحفظه، يجي يقطعه لأنه مش طبعه، يقوم يروح يجي له حاجة. اللهم أعطي ممسكا تلفا وأعطي منفكا خلفا. اللي طبع الانفاق على طول مخلوف على طول، انما اللي ينفق احيانا يمسك احيانا، اما يجي ينفق ربنا يخلف عليه، يجي يمسك العربيه تعطل تعمل حادثه، يتكعبل يتكسر، يعملوا له شريحه تتكلف 20,000 جنيه ومش عارف يدفع ايه لانه مسك شويه. كانت جات لي عيانه قعدنا نعمل فيها تحاليل الدنيا بحالها ان نعرف عندها ايه، سليمه، عندها مغص في بطنها، منظار، اشعه مقطعيه، موجات صوتيه، تحاليل، نحط ايدينا على بطنها ما عندهاش حاجه، لكن عندها الام شديد كل يوم تاخد مسكنات. احترت انا فيها، وكنت انا اعمل لها عمليه زمان، عمليه فتاء وتركيب شبكه، فكل ما اجي لها مغص تقول الدكتور يوسف تعالي. قعدناها عملنا لها كل حاجه، لعبناها كل الالعاب، واخد كيكه على عالي وكيكه على الواطي، برضه مفيش فايده، مش فاهمين هي عندها ايه خالص. فبعدين ايه ربنا الهمني اسالها سؤال، فاقول لها يا ستي انت كنت بتعملي فعل خير وتركتيه؟ قالت لي اه، ده انا كنت كل سنه في عاشوره مش فاكر ولا في مولد النبي مش فاكر، قالت لي حاجه مناسبه يعني كده، بذبح خروف ووزعه لله، والسنه اللي فاتت كسلت عشان مش عارف كنا بنعمل ايه وبتاع. قلت لها يا بنتي كنت ذبحتي الخروف وما تجيش تطلعي روحي. والله تصدق، والله قلت لها بلغي الناس في الصعيد يذبحوا خروف، وخليتها قاعده في المستشفى. هم ذبحوا الخروف هناك ووزعوه، والست بقى لها سنتين خف، وجات لي العياده من كام يوم قبل رمضان. اه لسه ماشيه بالخروف على طول كل سنه. يبقى ايه؟ طب ما هو ربنا بين لنا الحكايه دي في القران، اصحاب الجنه سوره القلم. مش اصحاب الجنه دول كان ابوهم كل ما يجي يجني الجنه
يقوم ايه اللي هي البستان بتاعه، يقوم يدي خبر للفقراء يديهم نصيبهم. فلما جه الراجل مات وسايب عيال كتير، قالوا لا لا احنا هنجنيها المره دي في السر وما نقولش الفقراء علشان احنا يدوب الحكايه على قدنا. فلما عملوا كده وقطعوا عملوا ايه؟ اصبحت كالصريم، ربنا بعت عليها نسافه حرقها درجة ما دخلوها قالوا احنا تهنا ولا ايه، دي مش جنتنا دي ما نعرفهاش. يبقى عرفت من القرآن ان الانسان لما يكون معتاد فعل خير ما يقطعوش، لانه طول ما هو بيعمله الخير جاي لك والستر جاي لك، تيجي تقطعه يتقطع. لكن اللي طبعه فعل الخير على طول تلاقي في الخير على طول، لانه ده طبعا. فهمت بقى المسألة؟ فالواحد يستفيد الحاجات دي كلها من فهم ستنا خديجة نفسها. قالت له لا ده انت لا يصيبك مكروه ابدا. طب ليه؟ كأنها بتحلف، ده تقول والله لا يخزيك الله ابدا، بتحلف غير حنيفه. فهمت ده ليه؟ لانك مطبوع على الخير، واللي مطبوع على فعل الخيرات ده ربنا ما يسيبوش خير ابدا، ما يسيبوش شر ابدا، مش كده برضه؟ وعشان كده قال لك مصانع المعروف تقي مصارع السوء. مش الناس تقول لك كده مصانع المعروف يعني صناعه المعروف تقي مصارع السوء، فيرجى له ما دام يفعله ألا يصيبه مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أن طبع على تلك الأوصاف الحميدة حكم له بأنه لا يصيبه مكروه للعادة التي أجراها الله تعالى لمن كان ذلك حاله. وقد قال عليه السلام مصانع المعروف تقي مصارع السوء، والله تعالى أعلى وأعلم. وجزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك الذاكرون. وغفر عن ذكري وغفر. جزاكم الله خير.